السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ننقله إليكم في تحت الضوء 622 في 12 سبتمبر الموافق ل 26 صفر عام 14 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عقد مؤتمر في مكة المكرمة لمناقشة بعض القضايا والتحاور فيما بين المؤتمرين لقضية معينة. وجدوا في طريقهم رجل فقالوا: من أين أنت؟ قال: من بلدي، من بلدي كذا، سمعت بمؤتمركم حتى يدخل في بينهم. فدخل فيهم وكان إبليس متلبس كما يقول أهل السيرة، متلبس بلباس آدمي أو متشكل بشكل آدمي. فدخل بينهم وكان كلما طرح رأي معين كان يثنيهم عن ذلك الرأي حتى توصلوا إلى رأي معين، كان هذا الرأي هو مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم الرأي ذلك، وكأنه زج بهم إلى هذا الرأي. أستشهد حقيقة بهذه القصة لأننا مقدمون على مؤتمر الحوار الوطني بعد غد، الذي متفائل أنا حقيقة ومؤمل كثيرا جدا في من أعلن أسماءهم في هذا الحوار. أنا لديهم من القدرة ولديهم من الكفاءة ولديهم من الإخلاص ولديهم من المصداقية ولديهم من حب أن يخدموا هذه البلد وأن يقدموا إليها الشيء الكثير، سواء أكاديميين، سياسيين، مثقفين، واجهات اجتماعية في المجتمع. ليس لدي شك حقيقة في كل من أعلن أسماءهم أن القاسم المشترك لديهم أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه البلاد من كل شر. الشر إذا سمحوا لشياطين الإنس والجن أن يدخلوا في أروقة المؤتمر وينزغون تضيع أوقاتهم وإلى ما فيه ليس فيه خير لهذه البلاد. أسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم حول قضية المؤتمر والحوار المؤتمر الوطني وما يكتنفه حقيقة من مجموعة من القضايا التي تلوكها وسائل الإعلام في القنوات الفضائية أو في مواقع النت أو في الصحف أو في مجالس ومقالات أو في كل مكان. أصبح حديث الناس مؤتمر الحوار الوطني. نحاول حقيقة في هذا اللقاء ما بين الربط ما بين قضية الحوار الوطني والقضية الجنوبية كذلك كونها قضية محورية في هذا الحوار، بل هي تتولى، بل هي في أولى أولويات الحوار الوطني لمناقشته حول هذه القضايا وغيرها. يسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. حياكم الله دكتور. الله يحييكم ويحفظك فيجل. شكرا لك حقيقة، وأرجو أن لا أكون قد أزعجتك بالمثل الذي ذكرته في أول هذه الحلقة. دكتور، في أدبياتكم وفيما أقررتموه أنتم خلال الفترة الماضية في لجنة الحوار ووضعتم أن في أولى الأدبيات لديكم أنه يجب أن يصل الحوار إلى النقاط التالية، وضعتم لكم محطة ستأخذون كل المتحاورين إلى هذه المحطة. يجب أن تحقق أولها صياغة دستور معين وإيجاد لجنة لصياغة هذا الدستور، هيكلة الدولة، القضية الجنوبية، القضايا المتوترة وقلتم بتنص قضية صعدة، المصالحة الوطنية ومجموعة حقيقة من القضايا. أنت مطمئن يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، أنا سعيد بأن أكون معك في هذا البرنامج المميز. أنا إجمالا رغم كل الصعاب والتعقيد الذي أعرفه تماما من خلال تجربتي الماضية خلال الأشهر الماضية في اللجنة الفنية، أن هناك الكثير من التعقيد في المشهد السياسي اليمني، لكن بمقدار هذا التعقيد ومقدار تلك التحديات أعتقد أن هناك إرادة قوية للتغلب على هذه التحديات. أعتقد لما نقارن بين تجربتنا بين تجارب الدول الربيع العربي وبين المسار الذي اخططناه كيمنيين وحالة التوافق التي أجمعت عليها الأطراف المختلفة، أعتقد أننا نحن يعني في اخترنا ممر أكثر أمنا من كثير من التجارب. إذا بحثت عن بدائل أخرى لما يعني ما هو البديل الآخر، أعتقد أنه ما نحن مقدمين عليه هو في الاتجاه الصحيح. التحديات كثيرة لكن أنا متفائل كثيرا، متفائل من خلال تجربتنا في اللجنة الفنية. أتذكر في أول الأيام في اجتماع اللجنة الفنية كانت صاخبة، كانت صعبة، كان هناك الكثير من عدم الثقة، كان هناك الكثير من العاطفة. وفي آخرها في آخرها بدأ الكثير من التوافق، الكثير من العقل، الكثير من القبول بالآخر والانسحاب. أنا لو قدرت الموقف العام
الانسحابات فقط لدينا زميلين عزيزين وهم الزميل ماجد المدحجي والأخت الكريمة رضية المتوكل. كان لهم موقف، عبروا عن موقفهم. موقفهم شكل بشكل من أشكال الضغط على اللجنة. أنا كنت دائما أسميهم بضمير اللجنة، ضمير النقي الصافي الذي لا يرى إلا الصح 100%. لكن أنت تعلم في العمل السياسي أنت بالنهاية كيف هو فن الممكن. أنت لديك أكثر من كنا 30 شخص في اللجنة الفنية نمثل اتجاهات مختلفة، يعني أقصى اليسار وأقصى اليمين كان موجود. والله دكتور ترى اللي أعرفه أنهم يصفون الزيوت من الكوليسترول، لكن أنت صفى لجنتكم من النقيين. لا 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 أنا لا أقصد لا أقصد أنا أقصد هم كانوا يعني مثلوا عن موقف مثاليين. مثاليين أقصد أنا بل أريد لا أنا لا لا أريد أن أصفهم بأنهم مثاليين غير واقعيين، لكن هم زميلين عزيزين تجربتهم كبيرة في الجانب الحقوقي. لكن البعض الآخر يقول أنه أوقف يعني في آخر الأيام باسرة أو مدري يقول أنه لا. أنا كنت أحد الأخوان الستة الذين أعلنا موقف في اللجنة الفنية وأصدرنا بيان، ومعنا الدكتور ياسين سعد النعمان. نحن كان لدينا اجتماع يوم الأربعاء اللي هو صادف يوم 20 فبراير، يعني يوم قبل الأحداث الدامية اللي حدثت في عدن. وكان هناك في موقف أصدرنا بيان حذرنا فيه مما سيحدث، وكان شكل من أشكال المسؤولية في هذه المرحلة. وكذلك كان شكل يعني من تسجيل موقف يعني، وكان شكل من أشكال إرسال رسالة للجنوب، ورسالة كذلك تحذير لكافة الفعاليات السياسية. وأعتقد أنها أتت بثمارها، أثمرت على مجموعة من الخطوات، تشكيل لجان وما إلى ذلك. نعم. لكن أنا في الأخير أنا قلت أنا متفائل. أنا يعني طمنا معك يعني. لا أنا متفائل لأسباب كثيرة. أعطيني شو مادية. لا أنا أقول لك هذا أولا هذا المؤتمر الأكثر تحضيرا في التاريخ اليمني حتى قياسا بالمنطقة، موضوعيا وفنيا. هذا المؤتمر احنا خذنا كثير من التجارب السابقة في الحوار، ولا لدي أقول أنه في عدد كبير منها لم تكن نتائجها كما نحب، لكن في معظم تجاربنا السابقة في الحوار لم يعد لها بهذه الصورة. كانت لا من شكلها الفني ولا في شكلها الموضوعي. هذا المؤتمر في تفاصيله فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار، بآلية تشكيل المجموعات، بحجم كل مجموعة، بتمثيل الأطراف، بتفاصيل معقدة كثيرة جدا. لم ليس هناك تجربة يمنية مماثلة في هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، طبيعة الموضوعات. هذا المؤتمر يدار وفق الأربعة مبادئ رئيسية. المبدأ الأول وهو الشمول في الأطراف والشمول في الموضوعات. المبدأ الثاني وهو المشاركة الحقيقية. هذا المؤتمر ليس فيه كما اعتدنا مجموعة نخبة تتخذ القرار وكم كبير يعدله البيان الختامي ثم ترفع الأيدي. المؤتمر وآلياته تتيح لكل طرف داخل هذا المؤتمر أن يكون فاعلا ومشاركا. المبدأ الثالث، الشفافية. هذا المؤتمر كل جلساته ستعلن. أنا سأتي على التفاصيل هذه كلها، لكن من التفاصيل التي ذكرتموها أنتم وذكرتموها في دليلكم أنها من الضمانات، من الضمانات أن الحكومة والأطراف ملزمة بتحقيق النتائج، وجعلتوها على مرحلتين. حكومة مش قادرة تأمن لي كهرباء، ولا قادرة تأمن لي بترول، ولا قادرة تحقق الأمن، ولا قادرة تحكم خارج صنعاء، وحكومة لديها بعض المحافظات لا تسيطر عليها مثل صعدة وغيرها وكذا، وتريدوها أن من الضمانات التي تحقق يعني نتائج مخرجات المؤتمر، من دستور، من قضية جنوبية، من توتر في صعدة، مش قادرة على سلك كهرباء. نحن أولا نلاحظ نتكلم عن حكومة ستكون نتاج لعملية سياسية كاملة. نحن نتكلم عن دستور، يعني عقد اجتماعي جديد سيتم الاستفتاء عليه، ثم سنتكلم عن انتخابات، والانتخابات وفقا للنظام السياسي اللي سيتوافق عليه، سواء انتخابات رئاسية أولا أو انتخابات نيابية، ثم حكومة قادمة تمثل فيها كافة الأطراف وتحمل هذا المشروع. فبالتالي لما نتكلم عن من سيطبق، بالتأكيد العملية ستقود إلى 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 شكل جديد، وهذا يعتمد على ما هو شكل الدولة الجديد. فبالتالي الرهان الرئيسي على الحكومة التي ستنتج من هذه العملية. الآن احنا يعني الحكومة الحالية، أنا أقصد احنا الآن سابقا كانت لدينا سلطة ومعارضة، حتى الآن كثير من الأخوان لما يقولوا يطالبوا بمطالبات فكأنما طرف في الشارع وطرف في السلطة، فبالتالي هذا الطرف يطالب. الواقع الحالي الآن أنه ليس هناك هذا الشكل. الآن كافة الأطراف على شكل
الحرية والمساواة، ومطلوب من كافة الأطراف يعني سواسية أن تضع يعني مداميك المرحلة القادمة وتضع أسس الشراكة القادمة. فبالتالي ليس من المنطق الآن أن نمارس نفس عقلية المعارضة أنه في طرف قاعد وكأنما هنا الحكومة، هذه هي نتاج لكافة هذه الأطراف. يعني هل يفهم من كلام الدكتور الآن أنه الحوار سينتج عنه حكومة، سينتج عنه مؤسسات جديدة، مؤسسات جديدة وكذا، لكن يعني أنتم جعلتم سقف هذا الحوار 7 أشهر أو 6 أشهر. يعني أنا الآن يبقى لي من السنة هذه تقريبا يعني 8 أشهر تقريبا أو 7 أشهر أو ما إلى ذلك. أنا سأدخل على الانتخابات الرئاسية في 2014، يعني فبراير 2014، 2014 فبراير. يعني إما أن حواركم تخرجون بأي وسيلة كانت لازم ينتهي حتى أدخل أنا في انتخابات رئاسية، أو معنى ذلك تمديد الانتخابات الرئاسية. شوف، انا اقصد يعني من المهم جدا ان يكون هدفنا الرئيسي هو استكمال هذه المرحله في فبراير 2014. كل التاكيدات، كل الاعمال، كل الترتيبات تستهدف هذا 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 الموعد. لكن انا باعتقادي المهم هو ليس استهداف الموعد ولكن اخراج اليمن الى بر الامان. احنا في اللجنه الفنيه بالمناسبه كان الموضوع لنا فتره زمنيه محدده، ثم وجدنا اننا لم يكن بالامكان يعني الوصول الى المخرجات المطلوبه ضمن هذه الفتره. انا لا اقول ان ذلك سيقود الى التاجيل. انا اؤكد سنعمل على ان يكون يوم اسمه فبراير 2014 هو الهدف الرئيسي الذي هو عنوان لليمن الجديد، اللي هو عنوان للانتقال الحقيقي للسلطه، الذي هو في أحسن الظروف ولا في أسوأ الظروف؟ يعني 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 نحن نعيش في وضع سياسي واضح كما هو. يعني هل أنتم وضعتم أنه أحسن الظروف، ما فيش عراقيل، ما فيش أي حاجة، وضعتم فترات مسموح بها، ولا جعلتم القضية في أوسط الظروف، في أوسطها؟ طيب دكتور، أنا دعني أدخل معك في تفاصيل. يعني أنتم قلتم، وكوني أنا حقيقة هذا البرنامج سخرنا القضية الجنوبية في التمثيل، ذكرتم أنتم في اللجنة وما خرجت به اللجنة وأرضى أطراف حقيقة. أنا أعتذر حقيقة للأخ المحامي من الضالع إذا بيتصل بعد قليل، لأنه أنا عندي أسئلة مهمة ممكن يتصل بعد قليل. ضمان تمثيل أبناء المناطق الجنوبية 50%، لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأعضاء، هل استوفيتم هذا العدد؟ نعم. 50%؟ 50%. وليش البعض يقولوا ما بيشاركون؟ وأنا أتكلم معك كأمين عام مؤتمر الحوار الوطني وكابن من أبناء المناطق الجنوبية، والبعض يسميك أنت نجم المكلا ونجم حضرموت ويحبوك وكذا. يعني هل القوى كاملة ستشارك، القوى الجنوبية؟ شوف، اولا يعني انا اقصد هناك الكثير من الرسائل الايجابيه. خلينا نتفق انه القضيه الجنوبيه هي قضيه رئيسيه محوريه لا شك. كثير مما نشاهده في الجنوب هو ظواهر ومظاهر لمظالم حقيقيه والاسباب حقيقيه يعني استدعت كل هذه المواقف التي نراها اليوم في الشارع الجنوبي. قضيه اعاده الجنوب الى المعادله كند كانت قضية ورسالة مهمة جدا من أول يوم كنا حريصين على إرسالها. فبالتالي كان هناك، كيف إيش مفهومك كنت؟ أنا أقصد يعني الجنوب من بعد 94 لم يعد حاضرا كطرف رئيسي في المعادلة السياسية في اليمن، ولا في السلطة ولا في القرار ولا في الثروة في كثير من المعادلات. وأنا لدي يعني أرقام كثيرة جدا مخيفة عندما تستدعيها حول وضع المحافظات الجنوبية ووضع محافظة أبناء الجنوب في الفترة الماضية. وضعهم يعني ليس فقط بوجود رئيس للدولة من المحافظة الجنوبية أو رئيس الوزراء، أنا أتكلم عن مجمل الحضور وعن حقيقة الفاعلية في الدولة اليمنية. كانت في إشكالية كبيرة، وكان أبناء الجنوب ولا زالوا يشعروا بأنهم خرجوا من هذه الصورة، ودمرت بنية الجنوب كاملة. لذلك كان مهم جدا أن ترسل هذه الرسالة تمام القوية. لذلك كان هناك في حرص شديد من قبل اللجنة الفنية أن تؤكد على هذه المسألة، وكذلك حتى تتجاوب مع كثير من الأخوان الذين يطالبوا ويقولوا يجب أن يكون هناك حضور جنوبي أو يكون جنوب شمال ندية. فبالتالي استحضرت قضية 50% من التمثيل في هذا المؤتمر. كيف حصرتموها؟ وألزمت أنا شخصيا دوري السابق هو يعني في اللجنة الفنية، مقرر اللجنة الفنية. فكنا نستلم القوائم من الأحزاب. كل حزب كان لما كنا نرسل له رسالة نقول له يرجى استيفاء التأتي ما لا يقل عن 50% من الجنوب، ما لا يقل عن 30% من النساء أو تمثيل المرأة، ما لا يقل عن 20%. وهنا يعني العمر، ترى كلمة النساء عممتوها ما عاد خليتوهاش مرأة. يعني أقصد إحنا استخدمنا كلمة المرأة
لا في أكثر أدبياتكم النساء. لا عموما هو لفظ شرعي صورة النساء يعني. أيوة. بس هو المرأة بالضبط. جميل. المرأة. جميل. فكانت هذه، وكانت لما تأتينا القوائم كنا نتأكد من خلال تمثيل المحافظات، فبالتالي نعطي النسبة. وبالمناسبة احنا في قبل شهر تقريبا أعدنا معظم قوائم الأحزاب، أعدناها للأحزاب لأنها لم تمثل، وبالتالي وأكدنا وضغطنا على الأحزاب أنها تمثل. لكن التمثيل عددي، يعني أقصد أسماء من مناطق جنوبية. نعم بالضبط. لكن التمثيل قوى. لاحظ احنا في فريق القضية الجنوبية تمام، لدينا هندسية خاصة في 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 فريق القضية الجنوبية، وهو فريق مهم سيناقش يعني اللي عدده 40 عضو، اللي عدده ما لا يقل 40، ما لا يقل 40 الحد الأعلى، الحد الأعلى 40 40 عضو. قلنا انه 50% منه من الشمال و50% من الجنوب. في ال50% التي من الجنوب تجعلته 15 عضو تقريبا، 75% للحراك الجنوبي السلمي بما يساوي 15 عضو. وهو نسبته 75% من قوام النسبة الجنوبية، فبالتالي هناك حضور. إيه بس سؤالي القوى يعني القوى المحركة للشارع الجنوبي هل موجودة الآن ممثلة؟ لا شوف أنا أقصد، خلينا نقول أولا أنه تم إرسال كثير من الرسائل بما يضمن تمثيل هذه القوى. أولا أطرح وأعلن أن هذا المؤتمر لا سقف له، وبالتالي كافة الأخوة بمن فيهم من يطالب بفك الدولة بفك الارتباط واستعادة الدولة دعوا ولهم الحق في أن يأتوا ويطرحوا هذا المشروع، ولا مقدس في هذه المسألة في المش... في 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 لهم الحق إلى الآن، ولهم الحق لحد الآن. أنا أقصد لهم الحق أن يحضروا المؤتمر، هذا ما طرح. واحد. اثنين، بذلت جهود كثيرة في التواصل مع معظم هذه الأطراف، يمكن آخرها اللقاء اللي تم في دبي من قبل المبعوث الدولي، وفي القاهرة وقبلها في القاهرة، وقبلها لجنة الاتصال، ورئيس الجمهورية نزل كذلك، وكثير ودعيت كافة هذه الأطراف، وكانت في محاولات مستمرة تمام لتمثيل هذه الأطراف. وكانت في الردود متفاوتة. هناك بالنهاية الآن استطيع أن أقول أنه لدينا قائمة فيها 85 شخص يمثلون الحراك الجنوبي السلمي، فيهم قوى كثيرة، يعني معظم هذه القوى ستدخل هذا المؤتمر وهي تحت مشروع استعادة فك الارتباط واستعادة الدولة. مثل من هذه القوى؟ هناك مجموعة مؤتمر شعب الجنوب، هناك مجموعة حزب النهضة، هناك مجموعة المستقلين الجنوبيين، هناك قيادات جنوبية كثيرة مختلفة مثل ناصر الطويل رئيس جمعية المتقاعدين، محمد علي في مؤتمر شعب الجنوب، هناك شخصيات كثيرة موجودة في الشارع الجنوبي معتبرة لديها تاريخ نضالي حقيقي، مطالبة حقيقية بعدالة القضية الجنوبية، معظمها تطالب بفك الارتباط ساعة الدولة، وبالتالي لم يكن هناك حرص بالإتيان بقوة جنوبية تطرح. يعني لو جاءكم الآن بعض القوى التي أبت أن تشارك معكم الآن والمؤتمر بعد غد، هل ستقول لهم فاتكم؟ أنا هذا ليس قراري أنا، يعني أنا أقصد ليس قراري أنا، لا أقصد أنه على وفق الأدبيات التي لديكم استوفيت وفق الأدبيات، لكن لاحق من يحدد هذه المقاعد هو الأخ رئيس الجمهورية، بالنهاية هو مصدر هذا القرار، وهو حتى مقاعده 65 استوفى، بس هو الشخص الرئيسي المعني بهذه المسألة. وأنا أعتقد المهم هو ليس هذه التفاصيل الفنية الصغيرة، المهم هو كيف أن نوجد حلول حقيقية، كيف أن نشعر الأطراف المختلفة بحقها وحقيتها في المشاركة. أنا أعتقد أنه كل البدائل، كل الملفات ستكون مفتوحة، أي قضية ستقود بالنهاية إلى إيجاد حل حقيقي لمعالجة القضية الجنوبية، وستتيح الفرصة لنا لأن نقعد مع 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 قيادات حقيقية لها مصداقية في الشارع. أعتقد أن لن يكون هناك معضلة فنية في هذا الأمر. ترى أنت الذين شاركوا الآن يعني يمثلون كم نسبتهم من القوى الموجودة في القضية الجنوبية؟ والله شوف من الصعب أعطى نسبة. أعطيتوا عدد يعني مثلا في قضية تقول الشفافية وإعطاء الناس حقوق وكذا، أنتم في الفرق التي وزعتموها، فرقة لقضية صعدة، فرقة لقضية الجنوب كذا، قضية الجنوب أنتم أعطيتوا فيها 40 مقعد وقضية صعدة 50 مقعد، يعني أقصد يعني حتى لو جيت مساحة 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 أو عدد سكان هذه تساوي هذه، يعني كيف يفهم المواطن؟ أنا أقول أولا أن أي مظلمة في أي مكان هي قضية مهمة، يعني أنا يعني الظلم في أي مكان هو يعني ظلم هو ظلم
لكن بالتأكيد أن القضية الجنوبية قضية تتصدر الملف اليمني والقضية اليمنية. القضية الجنوبية قضية معقدة، القضية الجنوبية معالجتها ومعالجة لثلاث أرباع أنا في رأيي إشكاليات هذا المؤتمر، لأنه ترتبط بشكل الدولة وهو المعضلة الرئيسية في هذا المؤتمر. فبالتالي هناك أهمية قصوى حيوية استراتيجية كبيرة للقضية الجنوبية. لذلك 40 مقعد هو دلالة لهذه الأهمية. الفكرة الرئيسية في يعني قللتم العدد لأهمية وليس كيف الأهمية؟ يا أخي أنت تريد مجموعة مركزة قادرة على اتخاذ قرار، قادرة على المناقشة بعمق بموضوعية. كلما كثرت في فرق العمل، وأنت يعني حسب حديثنا في إدارة الأعمال كلما كثرت العدد، لا شك عدد أي فريق كلما توهت القضية. فبالتالي لأهمية هذه القضية، أهميتها القصوى، تمام، كان في حرص كبير جدا على تخفيض هذا. بس لن تشارك فيها بعض القوى. لاحظ احنا انت حتى لو كثرت العدد، الفكره هي نسبه، يعني هي مش انه 15 مقعد فقط، الفكره انه هناك 75 مقعد للحراك الجنوبي. فالان يعني لدي 15، زودت النسبه سيزيد عدده وسيضعف نسبه العدد الاخر. فبالتالي زياده العدد لن يقود الى القضيه. جميل. بينما انت لو قللت العدد وحرصت ان اصحاب القرار في مختلف التوجهات والتيارات السياسيه يكونوا موجودين في هذا الموضوع، فتتيح فرصه لمناقشه هذا يعني نوعيات. جميل. بالضبط. في ثنايا حديثك أنت ذكرت قضية أنه سيكون في هذا، وهذا ما دندن حوله الكل من يتكلم عن الحوار الوطني، أنه سيكون بلا سقف، يعني كل شيء له سقف إلا الحوار الوطني، ما فيش له سقف. لكن الحوار الوطني هو منبثق عن البادرة الخليجية. البادرة الخليجية لها أسقف، يعني سقفها أن الوحدة الوطنية ثابت وغير متغير وذلك، فكيف أجمع بين هذا وهذا؟ لاحظ المبادرة الخليجية ثم معقبتها من الآلية التنفيذية اللي هي يعني صياغة دولية، وهناك يعني لا يمكن لأي دولة أخرى ولا يمكن لأي منظمة أممية أن تتدخل في 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 أي مشكلة خاصة في دولة قائمة، ها؟ ولا تقول أنه نحن مع أمن واستقرار ووحدة هذا البلد، هذه لا يمكن. هذه واحد. اثنين، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية يعني وقعت عليها أطراف بعينها، تحديدا يعني طرفين. الحراك الجنوبي لم يكن جزء من هذه الآلية ولم يوقع عليها، الأخوة الحوثيين وأنصار الله لم يكونوا جزء منها، كثير من الفعاليات الشبابية والساحات التغيير كانت ضد هذه فهناك أطراف كثيرة من الأطراف الثمانية التي هي ستكون داخل الحوار لم تكن جزء من هذه الآلية وهذه المبادرة. هذه واحد. يعني ما يلزمهم هذا؟ اثنين، لاحظ اسمح لي خليني اقول، وبالتالي حتى في اللجنة الفنية ناقشنا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أتاحت الفرصة لأبناء اليمن بأن يقعدوا مع بعض، بأن يوقفوا أي تردي في الموقف أو انزلاق نحو العنف، وعملت ملامح أو خارطة الطريق لما يمكن أن يعني يساعدهم في القعود وفي المناقشة وفي الحوار. ثم ما يتفق عليه أبناء اليمن هو ما سيتفق عليه المجتمعين في هذا المؤتمر، هو ما ما ما, ما سيجمع عليه أبناء اليمن وما سيبارك من قبل الإقليم وما سيبارك من قبل المجتمع الدولي. هذه واحدة، سمحت لك أكمل. أنا ما تكلمت. لا، النقطة الأخرى أنا أقصد كيف أنت يمكن أن تريد أن تتحاور مع طرف، تمام، وهذا الطرف أساسا هو يطالب لا يقر معك بهذا المبدأ اللي تقوله، وبالتالي تقول له لا تعال تحاور معي تحت هذا السقف، فبالتالي أنت فعليا لا تريد أن تتحاور معه. الحوار دائما مع الشخص المختلف معه، وبالتالي إذا وضعت سقوف فبالتالي من سيضع هذا السقف؟ هل الأطراف الذي احتربت في صنعاء هي من ستضع هذا؟ إذا نحن سنعالج فقط الإشكالية اللي تمت في عام 2011، وهذا مؤتمر لا يعالج ما حدث في المركز وفي 2011. ما يعني هذا المؤتمر فكرته الرئيسية هو أن يعالج كل قضايا اليمن، وأهم فيها القضية الجنوبية وقضية صعدة وكل هذه القضايا الرئيسية. جميل. لكن أنا إذا في اتصال أخي عبد الله ممكن تعطينا اتصال اتصالين. لكن دكتور يعني يقول البعض أن طيب يقول البعض أن الدستور شبه معطل ودستورنا هي البادرة الخليجية. البادرة الخليجية إذا المؤتمر الحوار الوطني أتى بشيء يخالفها كان خالف الدستور. عندي رد لها لكن إذا حبيت تسمعه. أنا أقصد بالتأكيد ما مخرجات هذا المؤتمر هي الدستور القادم الأساسي، وبالتالي سيعطل المبادرة الخليجية وسيعطل أي شيء. جميل. أنا سأعطل الكلام معك حتى أخذ بعض الاتصال. تفضل إذا معي اتصال معي عبد الله. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخي. حياك الله أخي محمود. أخي محمود محامي من الضالع. الله
ايوه نحييك يا سيدي على هذا البرنامج. نحيي ضيفك الكريم. تفضل اخي. ولدينا سؤال للاستاذ المبارك حول من نقابه المحامين محافظه الضالع باعتبارها منظمه من نظرات المجتمع المدني. تم يعني قبل فتره طلع اسمها على اساس انها مشاركه في الحوار. ولكن نتفاجئ اليوم انه لم يوصلها احد. وتم اطفائها من الحوار. ما سبب هذا الكلام؟ جميل. او ان لهم موقف. جميل جدا، انا اشكرك على هذا اخي محمود. جميل انسي من صنعاء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته اخي جميل، تفضل. اخ محمد العامري. حياك الله يا اخي. اولا يا اخي العزيز لك كل التحيه والاحترام والتقدير. اشكرك الله يحفظك. انك دائما متالق يعني في طروحاتك الرائعه. الله يسعدك. وحبك للوطن والتوفيق بين كل الاطراف. الله يحفظك رايك. نحن يعني شاكرين لك كل برامجك الرائعه. يعني. الله يسعد ايامك، تفضل اخي. اتمنى ان يكونوا جميع الاعلاميين بمثلك يعني للامانه. الله يسعدك، لا هم افضل مني بكثير. وايضا ارحب بالضيف الكريم الدكتور احمد عوض بن مبارك. الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني. فاحب ان اوجه رساله بالبدايه للمشاركين. أنا سأخرج يا جميل إلى فاصل، أتمنى لو تعطيني سؤالك وأعتذر لك. معلش أنا قلت لأنه للأمانة أتمنى من كل المشاركين في مؤتمر الحوار لإنقاذ الوطن أن يتركوا كل التعصبات الحزبية والكراهية والمضحكات وراء ظهورهم ويضعوا أمام أعينهم وفي قلوبهم الوطن وأبناء الوطن. أحسنت. ويعلموا علم اليقين بأن التحاور وإنجاح الحوار هو أمانة في أعناقهم جميعا. جميل. ومن سيكون سببا في إفشاله أو عدلته فهو عدوا للوطن وعدوا للمواطنين أيضا. جميل. طيب سؤالي يعني يتوقف يعني هل جميع المشاركين في المؤتمر الحوار يعتبرون من يمثل كل الأحزاب السياسية أم من يمثلون كل الأحزاب السياسية، وكل من لديهم قضايا وطنية أم ما زالوا هناك فئات لم يتم استيعابهم في مؤتمر الحوار وبالتالي سيكونون معضلة لا قدر الله في تنفيذ نتائج الحوار؟ تمام، جميل جدا، اشكرك اخي جميل واعتذر على قطع سؤالك، واضح جدا. هل تم لكن قبل الفاصل اخي عبد الله، دكتور انا ساتطرق الى سؤال الاخ محمود والاخ جميل، لكن سؤالي حقيقه انتم وضعتم من المعايير في المشاركه معايير عامه ومعايير للمستقلين. قلتم من المعايير ولفت انتباهي في ذلك التحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي ولا يكون صدر ضده دعاوى موثقة ومؤكدة، يعني معنى كذا بآخر شيء حسن السيرة والسلوك، ما فيش عليه مشاكل وإنسان طيب وحلو كل حاجة. بعضهم يقول أن من المشاركين من هو يعني ملطخ أيديهم، من عرفوا بالفساد، من عرفوا بالإفساد، من عرفوا يعني وين هذه المعايير حقتكم إذا كان هذه الأسماء أمامنا؟ والبعض اللي يقول بعض يقول هم سبب وصول من هذه الأسماء، يعني هم سبب لوصولنا إلى ما نحن إليه الآن. يعني فهل يمكن الذي كان سببا للمشكلة أن يكون سببا في حلها؟ للإشكالية أني سأخرج إلى فاصل إذا أذنت لي يا دكتور. تفضل. أعزائي المشاهدين أرجو منكم التفضل بأن تبقوا معي بعد هذا الفاصل. السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة في الجزء الثاني من برنامجنا تحت الضوء الذي نسلط الضوء فيه على مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق بعد غد بإذن الله تعالى، والقضية الجنوبية كذلك التي هي أساس هذا البرنامج. اعذروني على أنني سأدخل في الموضوع مباشرة لأن الوقت يضيق علي وحجم الحلقة كبير جدا. باسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذا اللقاء الدكتور أحمد
أنا سألتك قبل هذا كأمين عام لهذا المؤتمر وكعضو في اللجنة التي شاركت، أنتم اشترطتم من ضمن المعايير أن يكون الذي سيكون من ضمن 565 شخص أن يكون شخص بمعنى الكلام أن يكون حسر سير وسلوك. البعض يقول هنالك أسماء يعني عليها استفهامات، عشان أكون كذا متلطف في العبارات. طب أولا استكمال للمعايير العامة ترك الأمر للقوى السياسية نفسها، بمعنى قلنا يجب أن يكون كذا وكذا وكذا وعلى القوى السياسية تحقيق ذلك. وكانت الفكرة الرئيسية أنه من الصعب على، لأنه إذا فتحنا هذا الباب لكل طرف أن يحقق في سيرة وسلوك الطرف الآخر، فلن ينتهي هذا الباب. كل طرف سيأتي بقائمته سيتم الاعتراض عليه من القائمة الأخرى، وسندخل في باب يعني لن نطلع منه. والفكرة الرئيسية هو أنه قلنا على كل طرف سياسي إذا كان وهو معيار لمدى صدقيته، معيار لمدى يعني رغبته في إنجاح هذا المؤتمر، وكذلك رسالة منه للشعب ولجمهوره. فبالتالي الشعب قادر أن يميز من هي الأحزاب التي أتت بفرسان للحوار، ومن هي الأحزاب التي أتت يعني بفرسان للقتال وللعرقلة. أنا إجمالا أقول أنه مجمل الأسماء مع وجود تحفظات على بعض الأسماء، وهذه طرحت في اجتماعات اللجنة الفنية، الخارطة المؤتمر يعني إجمالا كانت طيبة. يعني هناك بعض الأسماء التي مثلا هناك بعض التحفظات عليها من الشباب، هناك بعض الأسماء التي كانت لها مواقف معلنة وحدية من الثورة الشبابية التي السلمية التي تمت، بعضهم هناك دعاوى لكن لم تتخذ يعني أحكام بأنهم شاركوا في أعمال القتل، لكن ترك هذا الأمر إلى الأحزاب نفسها، والأحزاب التزمت أنه فريقها سيكون فريق ملتزم. أنه ملتزم يعني أقصد أناس موجه إليهم أصابع الاتهام. أنا أقصد لاحظ أنا يعني هناك دعاوى عليهم لكن ليس هناك أحكام، هذه واحد. اثنين في المادة اللي قلت أنه ولم ترفع عليهم دعاوى. إذن خالفتوا بس قلنا من مسؤول على هذا الكلام؟ الأحزاب نفسها. قلنا على الحزب أن يحرص في أعضائه أن يكونوا كذا، وهو يتحمل المسؤولية، وبالتالي لم نعطي الحق. لا تخشى يا دكتور، لم نعطي الحق لأي حزب آخر ولا لجنة مجتمع أنفسنا أنها تمنع أنا بالضبط. لكن أنت بتجمع لي في تحت سقف واحد يعني أناس قد يكره بعضهم بعضا. شوف أنا أقول الآتي، هو أول الحوار هو بين المختلفين، هذه واحد. اثنين الشباب الذين ضحوا والذين قابلوا يعني الرصاص بصدورهم العارية، تضحيتهم الرئيسية كان هدفها الرئيسي ليس عقاب هذول الأفراد. تضحيتهم الرئيسية هي بناء وطن جديد مستقر آمن، طي صفحة الماضي، التوجه نحو المستقبل. هذا هو الصورة الكبيرة والحلم الكبير. لا بالتأكيد، ونحن ننظر لهذه الصورة الكبيرة هناك الكثير من التفاصيل. نحن بين خيارين، يا أما نغرق بهذه التفاصيل ونفقد الصورة. لكنكم تقرون أن في بعض الأشياء، أنا شخصيا أقول لك، أنا لدي تحفظات شخصية على بعض الأسماء، لكن أنا أقول بالنهاية بعضهم يقولوا عوائل، وبالنهاية لاحظ بضفت العوائل، بس العوائل في كثير من القوى السياسية. أنا أعرف مثلا أحد الأخوان، يعني هناك يعني أخت أجت من تنظيم، أخت أخرى أجت من تنظيم تماما موجود، وهم خوات. فبالتالي أنا لا يمكن أقول للتنظيم ممنوع لأنه يمثلوا وجهات نظر مختلفة، فكونهم يعني أقرباء. ولا يوجد أظن في 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 أدبياتكم أنه يمنع إذا عائلة. ليس هناك أبداً تحفظ من هذا النوع، يعني طالما يعني أنا أقصد إلا ما ندر نفس التنظيم أجاب بي بي ليس هناك حالة نفس التنظيم أجاب بي 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 بي. ولو جاء في مشكلة. ليس هناك مشكلة، لكن هناك بعض يعني أعتقد تنظيم واحد أتى يعني الرجل وزوجته يعني. رجل وزوجته. بس يبقى أنا أخشى إنه ما فيش حوار في البيت. أيوة. لكن نفس إجمالا أنا أدرك وأقدر عاليا التحفظات اللي تطرح في الشارع، لكن أنا أطالب كل الإخوان اللي لديهم التحفظات، نحن في مرحلة يجي فيها أن نسمو على جراحنا. جميل. وعلى أوجاعنا. جميل. أن نرى الصورة الكبيرة. إذا رأينا الصورة الكبيرة أعتقد ستهون هذه التفاصيل الصغيرة. في اللجنة الفنية أنا أتذكر للحظة أول يوم أتينا وكل واحد يرى في الآخر يعني إبليس الذي ذكرته قبل شوية، لكن وجدنا في النهاية أن هناك الكثير من المشتركات. أتمنى أن في هذه الأسماء، يعني أنا أولا لا أتوقع أنه كثير من الأسماء هذه بإمكان أنها تستمر، قد إذا كانت كما يقال أنها بهذا السوء فهي يمكن لا تستمر، وإن كانت ليس بهذا السوء ما يقال
تمام، فبالتاكيد ستكون قادره انها تبقى وان تتحاور، وهي فرصه لنا كيمنيين كلنا ان ناتي ونسجل يعني تاريخ جديد. اتوقع ان الجفاء الذي حصل بين هذه القوى افراد ومؤسسات وتنظيمات هو ولد مجموعه من الشحنه، يعني لو التقى هؤلاء اتوقع انهم يعني كما قلت كنتوا تشوفون بعض بالسه كما ذكرت انت. خلي اسحبها لكن هل انتهيتم بملائكه؟ انا للامانه كانت تجربة. أنا الآن لا أستطيع أن أذكر أي زميل في اللجنة إلا بمئات من المواقف الطيبة، ورغم أنك كنت بعضهم تختلف معهم، رغم أنك كنت في البداية أختلف معهم، لكن أقول في النهاية أنا أرى أن معظم الإخوان في اللجنة كانوا جزء من هذا الحل، كانوا إيجابيين، كانوا بقدر عالي من المسؤولية، يعني سيسجلهم التاريخ ذلك. دكتور في محور آخر لأنه الوقت ضيق علي جدا وأنا لابد أن، البعض يقول أنكم في أدبياتكم تقولون أنتم أنه يمثل كل الطوائف كلها، واتصل الأخ محمود الآن من الضالع يقول نقابة المحامين، هو يقول الضالع يعني لكن دعني أعممها، نقابة المحامين، البعض يقول العلماء لم يمثلوا، واليوم قال نقلت بعض وسائل الإعلام أن الزنداني أنه أعطيت له 5 مقاعد ورفض بحكم أنه يطلب أن يكون السقف في الشريعة الإسلامية لمثل ذلك، يعني يقول بعض العلماء أنا التقيت مجموعة تجار كل التجار لم يمثلوا، المغترب اليمني يمثل بعدد بسيط جدا، حتى البعض قال يعني القاعدة هي تشكيل موجود في البلد، يعني ليش ما يمثل من ضمن كما مثل غيره من بعض القوى التي تحمل السلاح مثل الحوثيين أو غيرهم كذا. هل أنت مطمئن أن الكل مثلوا؟ أنا أقول هذا الشمول، وأنا قلت قبل شوية هي أحد أهم معايير إدارة هذا المؤتمر، وأستطيع أن أقول جازما أن هناك تمثيل واسع وكبير جدا لمعظم الفئات والشرائح في المجتمع اليمني، وأعطيك أمثلة. طبعا من الصعب بمكان أن تأتي لكل طرف يعني لكل طائفة من يمثلها أو لكل مجموعة بتمثيل كبير، فبالتالي قد أنا أقول أن هناك تمثيل واسع، وأنا في ذهني مثلا أن نقابة المحامين اليمنيين مثلت بشخصين، وشخص من محافظات الجنوبية وشخص من محافظات كتنظيم يعني كفئة كنقابة محامين، يعني وجهت رسالة إلى نقابة محامين بالنص قيل فيها أنه على الأخوة في النقابة أن يقوم بترشيح على أن يكون يعني كذا وكذا، وعلى أن يقوم التشكيل اللي موجود في المحافظات الجنوبية بتسمية ممثله، يعني بمعنى أن لا يسمى مركزيا هذا كان شرط، وأرسل واستلمنا كتب رسمية بذلك من قبل النقابات، فبالتالي مثل. لاحظ احنا نجي مثلا اننا عشرات من المنظمات المجتمع المدني اللي تعمل في القطاع التنموي، فبالتالي لا يمكن ان تمثل كل هذه المنظمات، لكن هناك تمثيل لاحد المنظمات التي تعمل ولديها سجل واسع ولديها يعني سبع على توجه. لاحظ نحن الشرط الرئيسي كان بالنسبه ان تمثل المنظمات، ثم خطبت تلك المنظمات بان تمثل مستقلين من بينها، وبالتالي معظم من القضابات المجتمع المدني لم تأتي لا بأمينها العام ولا برئيسها ولا بنائبها، دائما الأشخاص صاحب موالي. شوف أنا أقصد لا يمكن أن تدخل في الصدور يا صحيح معك لا يمكن أن تقولها، وبالتالي لاحظ في ناس منتمي واضح، وفي شخص قد لا يكون منتمي لكنه ميال لهذا التيار وأكثر انتماء من المنتمي لكن، وبالتالي إحنا كان شرطنا الرئيسي لأنه صعب يعني إلا إذا في اختبار دي إن إيه. لكن البعض يقول رحتوا أنتم تخاطبون نقابة المحامين وكذا وعلماء البلد، علماء البلد يعني الذين بهم تسير الدفة كما يقول البعض، معقول أنهم لا يمثلوا؟ لاحظ شوف يعني في تمثيل كان للعلماء وموجودين، اولا كان في تمثيل لشخصيات يعني اجتماعيه واجتماعيه شخصيات دينيه في قائمه الاخ الرئيس، هذه واحد. اثنين نحن يعني في الاحزاب السياسيه كل القوى السياسيه مثلت علماءها حتى المحامين بيجيبون المحامين معهم يعني. بس انا اقصد لاحظ انت في كل التنظيمات السياسيه الكبرى اتى انا لو تستعرض القائمه واذا كانت حاضره امامك تستعرضها ستجد هناك عشرات من علماء الدين الافاضل ممثلين داخل هذا المؤتمر، لكن كفئه اقصد اعطائهم كفئه، اقصد انا معك انه حتى اي احزاب بتجيب معها اكاديميين ولو مثل الاكاديميون في كفئه، ستاتي معها بمهندسين ولو مثل المهندسين، يعني لن يكونوا هؤلاء اما تاجر واما عالم واما مهندس واما اكاديمي واما يعني بس هو مذكوره في النص انه في يعني لما اتفقنا مثلا قلنا التجار تمام المغتربين العلماء الافاضل
تمام والوجهات الاجتماعية ما لهم هذول سيأتوا من قائمة الأخ الرئيس كم جهة الرئيس حتى الرئيس نفسه قال يا جماعة كم جهة دي لا بس لا بس بس أنا أقصد هي كانت أساسا حتى قائمة الأخ الرئيس هذه إيش حكايتها؟ قائمة الأخ الرئيس هذه هي الفئة الثامنة اللي اسمها أحزاب وفئات أخرى تمام، فبالتالي كانت هكذا عنوانها وكان مذكور بالنص كل هذه الفئات. وبالتالي أنت أعطيك مثال الآن منظمات المجتمع المدني كلها بمختلف مستوياتها، يعني نقابة العمال الذي نص البلد فيها تمام، نقابة المعلمين والتربويين اللي في نص البلد عندنا النص الثاني هم معلمين وتربويين، هذول منحوا من 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 مقعدين، يعني مقعد للمعلمين ومقعد ومقعدين للمعلمين ومقعدين لل فبالتالي وهذه فئات كبيرة. يعني عانيتم يا دكتور أحمد في هذا الموضوع في قضية التوزيع؟ توزيع والله كانت بس بالمناسبة احنا كان آخر موضوع ناقشناه، لو ناقشناه في من يعني أول الموضوع كان اختلفتم كنا اختلفنا. لذلك كان في هناك حكمة وأنا أسجلها هنا للدكتور عبد الكريم الأبي، يعني انه نحكم بن عمر، لا انه اولا تاجيل هذا الامر تمام، اجل الى اخر الاجتماعات اللجنه هذه، واحد. اثنين بذلنا اكثر من جلسه في مناقشه هذا الموضوع وما وصلت لشيء، ثم وجدنا ان كل طرف يقسم على نفسه. انا شخصيا مثلا استلمت 9 مقترحات مكتوبه خطيا من قبل مجموعه من اعضاء اللجنه، وهم والبعض فصلوها على والبعض شفاهه طرح مقترحاتهم، فكان الامر كان كل شخص يعني يفصل على نفسه، فوجدنا انه كنا سنختلف ولن نصل الى حل. فالامر اللي صار انه اخذت هذه المقترحات والاراء المكتوبه التي قيلت شفاهه تمام، وطوال فترات هذه الجلسات كان الاستاذ جمال بن عمر وفريقه كانوا حاضرين معنا هذه الجلسات وصارت معهم جلسات، فكلفوا بان يقدموا لنا مقترح وهذه مسألة طبيعية. كلفوا ولا حكموا؟ لا شوف احنا اولا التحكيم هذه قضية ليس دولية ما فيها مشكلة. وبالتالي اذا في اطراف حتى يعني اختلفوا فيجيبوا طرف اخر محايد ما فيها شيء. فبالتالي وبالمناسبة في معظم القضايا كان احنا بالمناسبة عمل لجنة كان لدينا دائما اسناد فني، فكنا دائما لما يعني في خبراء بعضهم يعني شارك في اكثر من 38 مؤتمر اسندتم اليه انه ما فصل فيه الخبير الفني فانكم تقبلونه. لا احنا في معظم القضايا ايش كنا نعمل؟ كنا لما نختلف في قضية كنا نطلب ورقة عمل تقدم من خبير فني، فالخبير الفني كان يقول في جنوب افريقيا تم كذا، في أفغانستان تم كذا، فيطرحنا الخيارات يفتح الأبواب ها، ثم يوسع مجال النقاش. أحيانا كنا نتفق على ما طرحه أحد البدائل المقترحة، وأحيانا كنا نأتي ببديل آخر. في قضية المقاعد اتفقنا بأن يعني يسند الموضوع إلى ما وأتى جمال وقال أنا سأقدم مقترح لكن شرطي في المقترح أن تقبلوا به. وأعتقد هذه كذلك آلية ولا كان كل طرف يعني تسمى عندنا تفويض مطلق وما حكم به. أنت ذكرت في ثنايا حديثك حقيقة نقطة مهمة أنكم تسندون أحيانا الاستشارة أو إلى ذلك إلى بعض الخبراء الفنيين، وأنتم في أدبياتكم أوجدتم حتى مجموعة من الفئات المسيرين وغيرهم وكذا. الخبير الفني هذا يعني قد يكون أحيانا شخص وقد يكون منظمة وقد يكون دولة، أحيانا تستشيرون دولة، ما مدى التدخلات الخارجية التي قد تتدخل في سير أعمال هذا المؤتمر؟ يعني اليوم يتكلم أحد، أنا كنت في مؤتمر معين أنا وأنت كنت الصباح وكذا، فقال أحدهم قال نحن بالأمم المتحدة دورنا فقط أننا معينين وأصحاب القرار، هم اليمن أصحاب القرار. هل فعلا هذا الكلام سيحدث في المؤتمر الوطني أن المتحاورون هم أصحاب القرار ولن توجد تدخلات خارجية تملي على البعض؟ أنا أقول أولا هذا مؤتمر يمني خالص، كل آليات اتخاذ القرار فيه هي قرارات يمنية خالصة، كل المرجعيات فيه ها هي منشأها داخلي، فرق العمل كل أطراف هنا، حتى نحن في اللجنة الفنية طوال الفترة الماضية أولا لما نتعامل مع أي طرف يمثل دولة كانت دائما الطرف اللي نتعامل معه هو الأمم المتحدة، ما قدم لنا من خبرة في اللجنة الفنية كان فني حصري كان في خبراء الأمم المتحدة، والأمم المتحدة مظلة يعني كبيرة تمثل كل الأطراف، هي ليست دولة لديها مصالح في اليمن. في المؤتمر الحوار الوطني لدينا أشكال الدعم الفني، خلي أقول لك إياها. واحد لدينا ما يسمى بالميسرين فاسيليتيترز، الميسرين هذولا نحن في الأمانة العامة عددنا قائمة مقترحة فيهم، أخذنا مجموعة كبيرة دربناهم تمام، هم مهيئين لفرق العمل لن يفرضوا
فريق عمل اثناء سير النقاش شعر انه بحاجه الى 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 تيسير بعض المسائل، تيسير بعض المسائل، يستدعي الشخص وياتي اذا ما اذا لا بس هذا جيد. هذه واحد. وبالمناسبه معظم المسيرين هم يمنيين المعظم، تمام. فقط لدينا طرحنا في القائمه مجموعه من المسيرين الناطقين باللغه العربيه اذا احتاجته ترجمه بعض المترجمه. لا بعض الفرق قد يكون انك تجيب يمني صعب انه ما يكونش ميال لطرف ضد الطرف باعتباره جزء من هذه البيئه. فبالتالي قلنا اذا نجيب من الاقليم، فشخص قد يكون خارج هذه الـ قد لا صعب انه يكون ميال لطرف ضد طرف. فنحن لدينا قائمه فقط من يتخذ القرار فيها فريق العمل ذاته، هذه واحد. اثنين، بالنسبه للخبراء ستقدم ثلاثه اشكال من الدعم الفني للخبراء. اولا اوراق عمل ستعد يمنيا واقليميا ودوليا، نسميها الباك جراوند بيبرز، الاوراق اللي تقدم خلفيات عامه حول الموضوع دون ان تفتح فقط تملي على ما تطرحش اي خيارات يعني او توجه الفريق تجاه هي فقط بدل ما يجتمع الفريق فقط. بدل ما يجتمع الفريق ويضيع في 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 يتوه. يتوه. فبالتالي فقط ترسم له اطار عام للموضوع، خاصه انه في موضوعات ستناقش في 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 المؤتمر تتطلب خلفيات علميه، تتطلب مرجعيات تجارب دول اخرى ما حدث. فبالتالي سنقدم هذه الورقه رقم 2، وهذه ليست ملزمه، هذه فقط شيء مثل ما يحق لاي طرف داخل المؤتمر او اي عضو ان يقدم ورقه عمل يتم اعتمادها كما يحق رئيس مجلس الوزراء ان يحضر الجلسات بالضبط وبالتنسيق معكم معنا. في اطراف يحق طيب. لهم هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث، اذا فرق العمل احنا كذلك لدينا موضوعات نعتقد انها موضوعات حرجه وتحتاج الى دعم فني معين. فبالتالي مثلا اجينا اليوم احنا حضرنا مع بعض في مع البنك الدولي في قضيه اللامركزيه، فنحن مثلا طلبنا من الاخوان في 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 البنك الدولي انه يرجع يعني تكليف مجموعة من الخبراء بإعداد مجموعة من الأوراق في هذه الموضوعات ويكونوا جاهزين. فريق العمل وهو شغال يريد حد يعطيه أشكال الفيدرالية. فبالتالي لدينا يعني أوراق عمل جاهزة، خبراء تم اعتمادهم، يأتوا ويعملوا عرض. أوراق العمل السابقة ليست عرض، مجرد أوراق تقدم، لا يأتي الخبير، لا يتكلم، لا يتصل بالفريق. المرحلة الثانية، إذا طلب الفريق وصل للنقطة يريد خبير دولي أو خبير محلي يتكلم عن 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 بناء الدولة، يتكلم عن الحكم الرشيد، يتكلم عن معضلة توزيع الموارد كما تحدث اليوم، فيأتي هذا الشخص الخبير ويقول ويوضح لهم ويوضح الناس. فبالتالي الأمر هو أنه لا نعيد اختراع العجلة. أنت تأمن أنه ما في تدخلات؟ شوف من البعض يقول في وكلاء موجودين. من شوف أنا أقول لك من يسمح بتدخلات؟ نحن اليمنيين أعضاء المؤتمر، هذه القوى الذي بيدها السلطة ويدها القرار ويدها هي من ستقرر. طيب دكتور، يعني أنت ترى أن هم أصحاب القرار في ذلك؟ نعم. وأن كل شيء بلا سقف؟ نعم. والسقف هو أن يتحاور المتحاورون في كل القضايا التي أدرجتموها أنتم في جدول أعمال المؤتمر التي تمد مدة 7 أشهر أو 6 أشهر حسب ما أدرجتموها أنتم، ولن تدخل أي قضايا أخرى على الإطلاق. وأؤكد وأنه ليس هناك أي طبخات أو موضوع. لا ما أنا بجي على الطبخات هذه. طيب أوكي. يعني أنا قرأتها في عيونك. يعني يتناثر الآن، البعض يقول في سقطات تحصل كلمات من هنا ومن هنا، يعني مثلا البعض يقول الوحدة، يعني وسمعت أنت اليوم وأنا سمعت من قال ذلك، ومنهم من قال الأقاليم، ومنهم من قال يعني بعضهم وضع بعض الأسقف، بعضهم وضع بعض الصور، والبعض الآخر يقول فرنسا بتجهز دستور. دعني أقول ما يقوله الناس. نعم. الهيكلة الأمنية أمريكا جالسة تجهز لنا الهيكلة الأمنية والمؤسسة العسكرية، إذا نتحاور على إيش إذا دستور بتجيبه فرنسا؟ وواحد ثاني يقول والله الحكومة ما في وحدة ولا أقاليم ولا فدرالية، لأنهم يتكلمون عن ذلك وليسوا ناس عاديين، هم أصحاب قرار وأنت تعرف ذلك، نتحاور على إيش؟ طب خليني أقول الآتي. أولا أنا لم أقول أنه ليس هناك مشاريع لدى الأطراف المختلفة. بالتأكيد الأطراف السياسية المختلفة كل طرف سيدخل مؤتمر ولديه مشروع، يعني سواء هذا المشروع بفك الارتباط أو مشروع بالفدرالية أيا كان شكلها، إقليمين أو أقاليم، أو هناك من سيدخل بالمركزية. فبالتالي هذه الأطراف التي الآن نسمع أصواتها هي تعبر عن 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 عن, عن ذاتها، عن مشروعها كطرف. أنا ما أقوله أنه كلجنة فنية كجهة يعني رتبت لهذا المؤتمر حرصت على عقده، ليس هناك طبخة تم التوافق عليها جاهزة سيتم تمريرها بالتوافق بين هذه الأطراف، هذا ما أؤكده. وبالتالي ستأتي الأطراف المختلفة ستطرح مشاريعها، سيكون محل نقاشها والتوافق عليها أو الاختلاف حولها داخل هذا المؤتمر، وهذا هو الشيء الطبيعي. فأنا لا أقول أنه الناس ستدخل وكل واحد
يعني يعني وكأنما إذا هذه إشكالية ستكون. بل بالعكس أنا حتى ما يخشاه البعض حول قضية الطبخات، أنا كنت أتمنى أن تكون هناك طبخات. يعني كم كنت أتمنى أنه كثير من الأطراف قبل ما ندخل المؤتمر تبدأ تعمل حراك أو نقاش مجتمعي في قضايا في القضايا الرئيسية الكبرى، وتمهد الطريق لها وتستمزج الآراء في الشارع، حتى لما تأتي للحوار تكون قد بنت جسور ما هي المشتركات المتفق عليها. أنت ما تتوقعش دكتور أن بعض الأحزاب قد طبخت أمورها مع بعض تحالفات معينة؟ مع الأسف أنا 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 ما 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 ما, ما لمست ما أشعر فيه. يعني أنا أعطيك مثال، إحنا اليوم في إطارنا العام هو حول القضية الجنوبية في هذا الحوار. أنا أسأل سؤال، كم من الأحزاب السياسية مدت جسور كأحزاب مع الحراك الجنوبي السلمي؟ كم حزب أعلن وعمل لقاءات مشتركة أو أعلن عن مشروعه قال أنا رؤيتي في القضية الجنوبية هي 1-2-3 ثم حرص أن يخلق شكل من أشكال. إذا أنتم عجزتم كلجنة تحضيرية أن تمدوا أواصر مع لا أطراف الحراك؟ لا لحظة لا 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 لا. نحن لجنة تحضيرية مهامنا أولا نحن لسنا لجنة اتصال، ما كان يجب أن يقوم بهذا الأمر هو لجنة الاتصال تكون أنا فبالتالي أنا إحنا كلجنة فنية لم نكن مكلفين وفق القرار رقم 30 أن نقوم بأي اتصال، هذه واحد. اثنين، نحن كلجنة فنية لم نكن مكلفين أبدا في الخوض في الموضوعات أو تحديد أي وجهة نظر تجاه أي قضية. نحن كان دورنا في الحديث حول التهيئة لهذا المؤتمر والإعداد له. لكن كلفت لجنة اتصال، في كانت لجنة سابقة في بدايتنا كلفت لجنة اتصال. من القوى السياسية الموجودة؟ لجنة من بعض، مش ليس 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 بنفس اللجنة الفنية هذه التي يعني يعني التي شكلت بقرار مثلت من أطياف واسعة بما فيها عجزت من التواصل مع الحراك اللي ذكرتهم. لا لم تكلف بالتواصل مع الحراك. أنت تتكلم ذهبوا إلى القاهرة، تتكلم عن لجنة اتصال مش لجنة المعايير. لا والله أنا لم أكن جزء منها وما لكن قامت. أقصد لأنك تذكر أنت الآن أنه كنت تتمنى أن توجد في طبخات، وغالبا أي مؤتمرات عامة يحضرها أعداد كبيرة خاضعة لقضية الأصوات والأعداد وكذا، أنه خلف الكواليس يعقد تحالفات معينة، وهذا ليس عيبا أن يكون في تحالفات معينة. وعشان كده أنا قلت لك أنه بالعكس أنا كنت أتمنى في طبخات كذا. بس مع الأسف أنه عشان هكذا الإخوان الذي يقولوا أنه كل شيء مطبوخ أقول لهم لا، مع الأسف ما فيش طباخة. أنه ما فيش طباخة. طيب دكتور، كون ما فيش طباخة يعني حتى 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 المواطن العادي يشعر ان الطبخه بتتم امامه والحوار بيتم امامه، يقول انتم قلتم في ادبياتكم انه الشفافيه، هل ستنقل جميع الجلسات مش الافتتاحيه اللي بتعطى كلمات لمده اسبوعين، جميع الجلسات هل ستكون امام الناس؟ اولا ما سينقل ليس الافتتاحيه ولكن كل الجلسات العامه حتى الفرق. خليني أقول إحنا يعني المؤتمر طبعا إذا سمحت لي هو سيكون أول شيء أسبوعين جلسة افتتاحية يوم في صنعاء في الاحتفال في صنعاء، ثم أسبوعين اللي هي الجلسة العامة تمام، ثم شهرين لفرق العمل. أين توزيع فرق العمل؟ خليني بس أكمل لك السيكونس تبعها. أيوه ثم 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 شهر جلسة عامة مرة ثانية، ثم شهرين فرق عمل، ثم شهر جلسة عامة. فإذا لدينا أسبوعين شهرين شهر شهرين شهر. جميل. طب الجلسات العامة كلها ستنقل وستبث مباشرة، والجلسات العامة هي التي ستقر كل القرارات. ما فيش قصقصة. ما فيش قصقصة. جلسات عامة هذا قرار اللجنة الفنية، وأتمنى أن يستمر كقرار من المؤتمر. احنا توصيتنا في اللجنة الفنية والقرار اللي اتخذناه ومبدأ الشفافية الذي سيدير هذا المؤتمر يقر هذه المبدأ. ثم لدينا فرق العمل. فرق العمل توضح للسادة المشاهدين ايش فرق العمل؟ المؤتمر ال 565 سيتم توزيعهم على 9 فرق عمل. على اي توزيع هذا ايش؟ كل فريق عمل سيناقش موضوع من المواضيع اللي درجتوها اللي درجناها. فبالتالي هناك لدينا فريق القضية الجنوبية، فريق صعدة، فريق بناء الدولة وأسس الدستور، فريق الحكم الرشيد، فريق أسس بناء الجيش ودور والأمن ودورهما، فريق له علاقة بالقضايا ذات البعد الوطني وقضايا المصالحة الوطنية، فريق التنمية المستدامة والشاملة والمتكاملة، فريق الحقوق والحريات، فريق قضايا بيئية واجتماعية والهيئات ذات الخصوصية. فهناك 9 فرق عمل، كل أعضاء المؤتمر سيتوزعون على هذه الفرق 9، وكل فريق معني بأن يناقش بعمق وتفصيل وبتركيز ليس على المظاهر ولكن على أسباب المشكلة. أنه المنتج النهائي لهذا المؤتمر هو إيش؟ هو دستور. هل ستبث هذه فرق العمل؟ فرق العمل توصيتنا في اللجنة الفنية أوصينا أنها لا تكون
أن لا تنقل مع حق الفريق العمل إذا قرر أن تنقل. يعني بالتالي إحنا توصيتنا نقول، وهذه التوصية يعني ناتجة من دراستنا لتجارب دول كثيرة. وما هو مصلحة العمل؟ وما هو مصلحة العمل؟ يعني أعطيك مثال، إحنا في اللجنة الفنية لو كانت جلساتنا تبث، ها، كانت ستكون مشكلة، لأن الناس ستصبح ما تتخاطبش مع الموضوع ولكن مع الجمهور. جميل. هل ستوزع على جغرافيا؟ نحن في اللجنة الفنية قلنا أن هناك يجب أن تهيئ 6 محافظات هذه الفرق. طبعا الوضع الأمني هو سيحسم أين سيعقد الأمر، وبالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، لكن المتاحة هي صنعاء وعدن والمكلا وتعز والحديدة وصعدة. دكتور، أنا على نهاية مشكلة البرنامج يعني، وأنا ما انتهيت، أنا وأنت حتى من النصف من ما لدي، وأنا لسه يعني لكن سؤالي حتى بس أقل شيء، ما لا يترك لا يترك، يعني ما الضامن بما يخرج هذا المؤتمر من قرارات من توصيات؟ أولا أن يسير الحوار لمناقشة القضايا الجوهرية ولا ينحرف، يعني يحصل انحراف، ما أدري بهم لقدم بيناقشوا، كما قيل عنكم أنكم كنتم قدمتم زواج الصغيرات وما أدري إيش كذا، هذا واحد. رقم اثنين، تنفيذ ما يخرج به الأطراف المعنية، يعني يقول البعض وثيقة العهد والاتفاق ما جف الحبر هناك إلا ونقضت هنا. ثم قضية الانسحابات، افرض أنه حصلت انسحابات داخلية جماعية، يعني موت جماعي يخرجون الناس أفواج، ألا يعرقل هذا المؤتمر؟ طب لاحظ، أولا أنا أقول الموضوعات موضوعات متكاملة، وبالمناسبة زواج الصغيرات هذا الإعلام بس أحيانا مع الأسف يركز على تفاصيل ويترك الموضوع الرئيسي. يعني في الآلية التنفيذية في 7 نقاط رئيسية على مؤتمر الحوار يناقشها. أحد هذه النقاط حقوق المجموعات الضعيفة، والمجموعات الضعيفة الطفولة، وضمن الطفولة هذا الموضوع، فكان موضوع فرعي 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 من موضوع رئيسي، لكن الإعلام ترك القضايا الرئيسية وركز عليها، وبالتالي بالعكس هذا المؤتمر سيناقش قضايا رئيسية وعميقة جدا. أول مرة يتاح لنا كيمنيين أن نناقش بهذا العمق هذه الموضوعات، هذه أولا. النقطة الثانية، أنا أقصد هذا المؤتمر يعني ليس سهل، تمام؟ أساسه وعنوانه الرئيسي هو التوافق. إحنا في اللجنة الفنية 3 أشخاص لو كان وقفوا ضد مسألة كان يتوقف الأمر، وكانت تحرص كل الأطراف أن تبذل كل الجهود للتقريب وجهات النظر والوصول. إحنا لم نرفع الأخرس الجمهورية سوى 3 قضايا، ناقشنا ما أريد أقول آلاف ولكن مئات القضايا، وكنا نناقش بعض التفاصيل أيام وأيام إلى أن نصل الفكرة إلى أن نصل إلى رأي. الفكرة أنه لا يكون في هناك استقواء من طرف على طرف. الطرف الذي سينسحب أكيد سيشعر بالغبن، لكن لو حصل انسحاب، أنا سأقول لك لأن الوقت يضيق. أنا أقصد أن الأساس هو أنه الانسحاب مبعثه هو شعور طرف بالغبن، ويفترض هذا المؤتمر قائم في آليات اتخاذ قرار فيه على التوافق. احنا لدينا 90 ولدينا 75 ولدينا اي مكون لدي اكثر من 5%، تمام، من الاعضاء. اذا مكون فاكثر ليس مكون واحد، اذا انسحب من جلسه من الجلسات او فريق من فرق العمل لموقف سياسي يتوقف العمل في هذه اللجنه، معنى ذلك انه على الاطراف الاخرى أن تحرص هذا المكون، هذا المكون أكيد هو جزء من هذا النسيج يعني الاجتماعي، يعني بيحرق العمل. إذا البديل شو هو؟ أنك مثلا بافتراض بكرة الإخوان في الحراك لديهم موقف قضية معينة، هم وطرف آخر في قضية معينة يطرحوها، يعني لم يصلوا إلى توافق، تمام؟ انسحب أفراد، مش أفراد، يعني المكون كله، المكون كله، المكون كله مع مكون آخر، تمام؟ طيب إذا انسحبوا، إذا على الأطراف الأخرى نسأل نفسها سؤال، لماذا انسحبوا؟ ما هي المخاوف التي لديهم؟ بس ما هي الأقل؟ لا، أنا أقصد البديل ما هو؟ البديل أنك تقول لا، خرجوا أبوهم وتكمل وحدك، وبالنهاية ستصل إلى موقف مبتذل لا يمثل كل الأطراف، وإذا ذاك لم تعالج. معناه ما يبغى لكم 17، يبغى لكم سنين. لا لا لا، لا أنا أقول لك في يعني أنا قرأت لكم ليس فيه أي عقوبات ولا فيه أي ولا يجب، بالعكس أنا أقول أنه لا، هذا مؤتمر ليس قائم على، أتفق معك ما فيش فيه قطع أيدي ولا، لكن عرقلة الحوار. لا، ما هو الحوار، هو هدفه الرئيسي هو الإفضاء إلى حل يتوافق على الأطراف. دكتور، لكن أنت لو أجيت قلت أنا وأنت أنك إذا ما عملت هكذا وما عجبك كلامي فإذا أنا سأعاقبك وسأعمل وأطلع برا وروح، إذا هذا المؤتمر وقد يعرقلكم، سيكون عور، قد يعرقلكم من جهتين. أنتم تدخلون الحوار
ولم يعني قضايا كبيرة جدا لم يتم الفصل فيها إلى الآن، يعني مثلا من القضايا المؤسسة العسكرية ما زالت الجيش منقسم على بعضه، قضية السلاح ما زال عند بعض الأطراف، قضية العدالة الانتقالية لم تقر إلى الآن، قضية المظالم في الجنوب قال بعض لم ترد إلى، قضية التهامية كذلك لم يعد المتقاعدين أو الذين أقعدوا المبعدين إلى أعمالهم، الاعتذار من الحروب لم تحصل. يعني أنتم بتدخلون أصلا وفي قضايا، يعني سيدخل أفراد هم مستقيم بقضيتين، إما يسحبون قوائمهم وإما يشغلوك من خارج بالسلاح. طب خلي أقول أنا، طبعا الأساس هو أنه هذا المؤتمر يجب أن لا يكون يعني مجال الحديث حول الجوانب الحقوقية ولكن يناقش الجوانب، فكلما استطعنا أن نعالج القضايا الحقوقية قبل دخولنا لهذا المؤتمر كلما كانت يعني الفرص النجاح مؤاتية بشكل أكبر. أتفق معك هذا الأمر، لكن أولا الحديث أنه لم يتم حديث بحاجة إلى مراجعة. أنا أعتقد أنه في مجال القوات المسلحة قرار الأخ رئيس الجمهورية بإعادة الهيكلة، تمام، نحن نشوف اعتدنا عادة يعني الآن أنا أعتقد كثير من الناس وكثير المواطنين هو منتظر أن يزال فلان أو أن يعني يعزل شخص. القرار لو قرأناه بشكل حقيقي لأول مرة يعاد بناء المؤسسة العسكرية على أسس هيكلية، يعني الماستر بلان تبع الجيش، الرؤية الكاملة لإعادة هيكلة جيش مهني موجودة، تنفيذها يأخذ هذا البعد، يأخذ هذا المدى الزمني المطلوب. يعني الآن أنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان نتخذ كثير من القرارات لكن هذه القرارات لا تعالج البعد الهيكلي ولا تعالج الأسباب ولكنها فقط تعالج المظاهر، وإذا عالجت المظاهر تمام ستتخلص من الصداع الآن، لكن بكرة سيعود نفس الصداع، ستزيل القائد سين اللي هو الآن معضلة وتستبدله بشخص آخر، وهذا الشخص الآخر سيعود مرة ثانية يعني إمبراطور آخر في نفس الموقع. لكن أنت لما تعالج البعد الهيكلي الاستراتيجي في هذه القضية فبالتالي أي شخص آخر سيأتي لن يستطيع أن يتحول إلى. أنا أخشى دكتور بس البعض يقول أن يقول هذا كلام نظري. لا ليس نظري، أنا أقصد لاحظ نحن أولا يعني نطالب كأنما هناك طرف وطرف آخر على أن ينفذ، بينما قلنا أنه هذا الحوار حوار مجتمعي، كل اليمن أتيحت لها فرصة لأول مرة لكافة الأطراف أن تكون جزء من هذه المعادلة. بالتالي سابقا أنا كنت أستوعب هذا الكلام أن يقال هناك سلطة وهناك معارضة، المعارضة تظل تتباكى وتصيح وتطالب من هذه السلطة. الآن نحن نطالب من نطالبهم يعني لا يمكن أن ينفذ هذا الشيء. وأنا أطلب منك أن الوقت انتهى بالنسبة لي وأعتذر إليك لأن حقيقة كان في جعبتي أشياء كثير جدا من الأسئلة أنا والسادة المشاهدين، منها قضية أنه أنتم كيف كلجنة تحضيرية فرض أنكم تسوون قرار أنكم ما تدخلوش أنتم يعني في المؤتمر يعني كأي عمل يقوم به، لكنكم لم تضعوا ذلك ولذلك أكثرية الأسماء ستشارك في المؤتمر. بس الأساس في كل المؤتمرات اللجان التحضيرية تنتهي أعمالها أول ما يعلم تنتهي أعمالها، لكن أعضاها يكونوا جزء. لماذا؟ حتى يستفاد من كافة الخبرة. ممكن يستفاد منكم كمستشارين وكخبراء، لكن أنا أشكرك يا دكتور على هذا. أنا سعيد جدا أستاذ محمد، يعني شرف لي أن أكون معك في هذا البرنامج الطيب. الشرف لي، أنت مطمئن كثير إن شاء الله. أنا أريد أرسل رسالة تفاؤل، وأنا أقول أنه هناك في تحديات أكيد، هناك في صعاب كثيرة، هناك في تعقيد في المشهد السياسي كثير، لكن أنا أعتقد أنه هناك إرادة حقيقية ألمسها كل يوم في عيون كل اليمنيين، في أولادنا، في يعني أبهاتنا، في الناس البسطاء، يستحقوا مننا أن نتفاعل، يستحقوا مننا أن نعمل الكثير. يعني ما عملناش كثير، أنا أقصد لما تطلع خارج اليمن وتشوف كم يعمل الناس من أجل بلدانهم وتقارن الساعات التي نمضيها في بناء بلدنا نجدها قليل، فأنا أعتقد هذه مسؤولية كبيرة على كل يمني أي كان موقفه، مع تقديري لكل المشاريع. أنا أعتقد هذه فرصة لأول مرة تأتينا، خاصة للشباب. أنا أوجه رسالة للشباب، أقول الشباب أتت إليكم من هذه الفرصة، لا تفوتوها. صلى الله عليك. إن شاء الله. أشكرك دكتور أحمد. أنا أشكرك جدا. الله يبارك فيكم. أحمد عوض بن مبارك ابن حضرموت، جاء من حضرموت ليس له خلفية سياسية بحيث نقول والله أنه يعني جاء يقفز من حزب معين ولا، لكن الذي جعله أن يصل إلى هذا المكان أتوقع الطموح الجيد والنفس الطيبة ولو زكى الله أحد، وهذا دليل على أننا يمكن أن نفعل شيئا كثيرا. باسمكم جميعا أشكر الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني،
أشكره وأشكر لجنة تحضيرية كاملة التي حقيقة يجب من باب إحقاق الحق ومن باب إعطاء الناس حقوقها والشكر لهم بعد الشكر الله سبحانه وتعالى أنهم حقيقة بذلوا أشياء كثير جدا حتى يصلوا إلى هذه المرحلة التي فيها بإذن الله تعالى انعقاد هذا المؤتمر بعد غد ليخرج البلاد بإذن الله تعالى. أختم حديثي كذلك بأننا حتى لو لا أبعث برسائل سلبية وإنما إيجابية. ليست الإشكاليات ما هي الأنظمة التي ستحكمنا، ما هي اللوائح التي ستسيرنا، ما هو نظام الحكم الذي يسيرنا، هي الإشكالية ما هي النفوس، ما هي النفوس التي حقيقة ستحكمنا. أي نظام، أي نظام سميه ما شئت، سميه ما شئت، أي نظام من أنظمة الحكم المتعارف عليها لدى البشر. يعني في دول ماشية بنظام فدرالي، وفي دول ماشية بنظام لا مركزي، وفي دول ماشية بنظام ومستقرة أوضاعها مستقرة. ليست المشكلة ما هو النظام، المشكلة من الذين يسيرون هذه الأنظمة، من هم الذين حقيقة يعني يفقهون هذه الأنظمة. المشكلة بعض الناس يتكلمون عن فدرالية مش داري شيء، وحتى يتكلم عن مرق وما هو داري ما هي. هل إشكالي نحن بحاجة إلى نفوس صافية، إلى قلوب نظيفة، إلى عقول ناضجة، إلى إرادات فولاذية، إلى إرادات حقيقة قوية جدا تسير في هذا البحر والخضم والأمواج المتلاطمة المليئة بالكآبة والمليئة بالعراقيل. النفوس المتفائلة والله تصنع المستقبل، لذلك كونوا متفائلين مع هؤلاء بإذن الله تعالى الذين يقودون هذه الدفة. أرجو أنا وأنتم من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء المتحاورون، وأن يعني يكون حتى رغم أنهم ملزمين بجدولة زمنية أن ينجزوا إن شاء الله قبل هذه المدة الزمنية، وأن تسهل أمورهم، وأن يكون فيما بينهم الملائكة ولا يكون فيما بينهم الشياطين حتى يعني تسهل أمورهم. كان ضيفي في 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 يوم الاثنين القادم الأخ عبد الرب السلامي من أظن حركة النهضة، ومعه الأخ صالح أو صلاح باتيس، لكن للأسف في 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 اللحظات الأخيرة اعتذر الأخ عبد الرب. أنا أقول هذا وأنا متألم، أقول ماني فرحان، بس إن البعض يتصل يقول لي يا أخي ليش ما تستضيف فلان، ليش ما أقول له تفضل. نحن تابعنا الأخ عبد الرب السلامي، واليوم العصر يقول أنا أعتذر لن آتي. صاحب القضية لا يهمه شيء، يأتي ويتكلم ويقول ما لديه، وأنا أكرر ندائي هنا أنني أستضيف جميع القيادات الجنوبية في كل مكان التي تحمل رؤية واضحة وقلب منفتح للكل وتسمع من الكل، ليس فقط أن نسمع صراخ الآخرين ولا يسمعون منا كلاما. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأسأل الله أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يحفظ الدماء والأرواح وأن يقود البلد إلى خير الأقوال والأفعال. إنه ذلك القادر. أشكركم وأشكر الأخوة في القاهرة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.